معقول ابدا عامله لي شو؟ ايوه بس هخليها هعملها اصبر. هاي معي هلو. ده زومبا ولا ده ايه؟ ده ايوه نوع. طبعا ده زومبا، ده صلصة، ده صلصة اهم زومبا. نوع من انواع الزومبا اوكي اللاتين دانس. كنت شاطر يا واد. اه اديله المايك.
تعالي بقى ايه اعملي شويه بيزك ستيب. انت امسك لها المايك وحطه من يعني انت انا افهم ها انت بقى ايه حط بس المايك عند بق مايك كده بس تعالى انت كده شويه يلا يلا البيزك ستيب سالسا ولا فرونت كده اهو بالشمال اوكي هو بالشمال ليه لان اللي بيتفرج علينا يبقى اليمين بالنسبه له فيبقى اسهل له بالشمال الاول okay. واحد اثنين ثلاثه نا 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 ايوه نا 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 وبتشبكيها مع الصلصة ازاي؟ يعني بتاخد ستيب صلصة على ستيب تشاتشا وننقل الناحية التانية لا ايوه صح شمال وهي هي نفس الرجل اللي قدام طب اه ونسكيب باللور ولا ايه؟ وريني احنا عملنا صلصة صلصة وتشاتشا اوكي؟ اه صلصة صلصة تو ستيبس تشاتشا يا حاج جوهري حط المزيكا هرقص مع ماي احنا ثانيه واحده احنا هي قلع الماسك هو قلع الماسك جامايكا عشان احنا بعاد عن بعض انا بس دلوقتي هعمل شويه ملفات بايديا بس انا لابس المايك فهمسكها واعمل شويه حاجات بعد اذنكم 3 واول ما اقول لكم كده تقفلوا المزيكا معنى انا تعبت خلاص 3 2 وانت ممكن تشترك معنا برضه تمام اوكي حط ال مبروك حط المايك هناك حطه على الشالته بتاعتي عشان ما يقعش يلا ما انت هتعملي زي ما انا هعمل انا اي ويل ليد انت تعمل معانا بس ما تلخبطنيش حاولوا تقلدونا في البيت كل واحد وواحده يقوموا قوموا لا انا عاجبني كده مش مشكله قوموا بقى ارقصوا معانا حاولوا تعملوا زي ما احنا انا هعمل حاجات سهله 3 2 1 مزيكا عشان المايك مش معاك يلا يلا يا ولاد مزيكا براوة براوة تعالى ادي لها المايك تعالى يا واد جامايكا ساعدني شويه ادي بقى لنا بصوا بقى انا عايز اقول حاجه انا دلوقتي قلت للناس اللي في البيت الستات تعالى مايك كده خليك الازواج والزوجات قوموا ارقصوا واعملوا اللي احنا بنعمله في ناس هيقول لك ايه عيب الشوم ده بيقول للناس بيحرضهم على الرقص هو رقص رياضه وكل الحركات اللي احنا بنديها برياضه والكلام ده بقوله للمره المليون لما الواحد بيقعد يعمل حركات زي دي بيطلع الطاقه السلبيه اللي في جسمه وبيكتسب طاقه ايجابيه ده حاجه الحاجه الثانيه احنا ناس جريئه وبنعمل ده على الهواء قدام الشاشه والملايين شايفيننا خلاص انتوا مش جرأة زينا خلاص ما تعملوش ده اعملوه في البيت ما هو محدش شايفكم انتوا شايفين بعض زوج وزوجه ومعاهم الاطفال هيتبسطوا هتقربوا من بعض اكتر هيبقى في كده اروح من الدعابه في الاسره وهتتلخبطوا وممكن حد يقع فتضحكوا وتقوموا هيبقى في يعني في مرح المفروض الاسره يبقى فيها جو مرح
مش المفروض الاسره انهم طول النهار يقعدوا في البيت يزعقوا لبعض ويكتئبوا ويا واد اعمل كذا ومش عارف ايه وانت ما جبتليش مصروف البيت وانت ما طبختيش ماشي كل ده وجنبيه بقى ايه؟ ما تيجوا نقوم نرقص والله هتتبسط والنعمه هتدعوا دي هتتبسطوا جدا هتلاقوا كده حاجه جديده والعيال هتبص لكم كده بانبهار ايه ده؟ ماما وبابا جننوا؟ لا بس ماما وبابا لزاز احنا قوم نعمل معاهم اللي هما بيعملوا ده مش عيب انتوا ممكن تكونوا بتعيبوا علينا وبتتريقوا علينا عشان احنا بنعمل ده احنا شخصيات جريئه وعندنا ثقه بنفسنا بتفوق المراحل كلها فبنعمل ده قدامكم سواء انا كمذيع مي جامايكا الناس اللي بيجوا البرنامج عندنا وفي سكان الشارع احنا ناس كلنا جريئه خلاص فما بنقولكمش انزلوا اعملوا ده في الشارع ولا اقفوا في البلكونه اعملوا كده بس اعملوا ده جوه البيت مع اولادكم خلوا اولادكم يشتركوا معاكم زي ما بتشتركوا مع بعض يا اولاد في النكد وفي الزعيق وفي الحاجات دي اشتركوا كمان في الحاجات اللذيذه عشان الحياه يبقى فيها تكافؤ كده فرص فرصه للحاجات اللذيذه وفرصه للحاجات النكد يعني انا رايي كده انتوا طبعا حرين عايزين تفضلوا عايشين في نكد والدنيا كئيبه ما انت ايه رايك انا موافقه جدا جدا والله بس لا حياه المنتونيه دي ما اعتقدش يعني خلاص مش عارفه احنا مش كده يعني ممكن كل واحد كل يعني اللي متجوزين بالذات تلاقيه هي بتشوف بقى انبساطها لوحدها يعني تروح الجيم لوحدها تروح النادي تنزل تعمل شوبينج لوحدها هو ينزل مع صحابه على القهوه ينزلوا بس ما تلاقيهمش بيعملوا الحاجات اللي اتجوزوا ليه؟ مش عارف يعني مش عارف لا انا بجد انا عارف انتوا اتجوزتوا ليه؟ الجواز يعني مشاركه في كل حاجه يعني لازم يعني انت دلوقتي قبل ما تتجوزي كنت بتبقى في بيتكم ومامتك وباباك ايه قارفينك ولا لا 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 تبقي عايزه تتجوزي عشان تنطلقي مع جوزك وانت كنت عايز برضو قاعد والناس عاملين لك لا ما ينفعش تبقى مصاحب واحده ما ينفعش اتجوز والتزم ماشي اتجوز والتزم ومع مراتك بقى يعني فاهم انت ازاي حضرتك فكوا انتوا بتتكسفوا مثلا ولا انا مش فاهم في ايه ما ده جوزك ودي مراتك بدل ما خليني مكتوم احسن انا مع يعني انا ده حتى ما بس والله هو يعني مش كل الناس بس الاغلبيه الاغلبيه مش عارفه إيه؟ يمكن ايه الاغلبيه ايه الاغلبيه حياتهم روتينيه يعني ما فيش مش عارفه بقى ده عيب مننا ولا عيب لا من مننا ده لا لا عيب مننا طبعا طب انا ما اتجوزتش ليه بس انا كنت هبقى زوج لطيف جدا طبعا اعتقد كده بس تاخدني على الضعف جامايكا امسك المايك هو انت اصحابك الشباب والرجاله ما بيتريقوش عليك لا خالص لا بس هات من الاخر كده لا خالص حتى انا لما بتجمع معاهم مثلا بنتجمع في بيت حد ولا حاجه يلا جامايكا رقصنا زومبا اه والله؟ اه والله انا اصحابك لزاز اه بس هما بيكسفوا بره لكن جوه البيت عشان محدش شايفهم ماشي مش مهم زي ما قلت بالظبط يعني هو جوه البيت دي خطوه اه بالظبط مش مهمه بره لا لا خالص بره بره بقى في حاجات تانية الناس ما بتتكسفش منها يعني مثلا تلاقي الراجل ايه يقول لك لا 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 انا ازاي ارقص ادي بقى المايك ازاي اقوم ارقص مع مراتي واولادي عيب ما يصحش ينزل للشارع يعاكس ايوه او يتحرش عادي او يروح فرح بقى وتلاقيه عمال يرقص وايه وتلاقي مواهب عادي جدا لكن مع مراته لا لكن في فرح فعلا عايز يجامل صاحبه ويوري بقى الشباب ان هو بقى الشاب الكول الجامد بقى والمقطع طب ما انت مراتك برضو يعني انت والعيال والعيله يعني برضو كده هيصوا مع بعض نحط التراك التالت يلا بينا هات المايك يا جامايكا مش يلا التراك التالت يا ولاد باي اسي موهودي بي اي بي باي اسي موهودي بي اي بي que
negócio é mover o seu bumper. Quando se encontra lá, pista ela rompe. Sabe que chama a atenção da gente e a mente dos homens corrompe, corrompe. Não quer parar de dançar, sabe que tem um talento especial. Meneia, rebola, move tu cintura. VIP, mua ruda. وقفت في النص افتكرتك خلصتي. ايوه تلخبط. نورتوني وشرفتوني يا حلوين يا مي عادل يا قمر. بوسي لي العيله نفر نفر. وعمتك. عمتك في دبي ولا في مصر؟ في مصر. طب سلمي لي عليها كتير. وجه جامايكا كل ما تقعد في وسط اصحابك قول لهم قوموا يلا. قوموا مش كده العبوا شويه. اتحركوا بدل ما انتوا قاعدين كبب. منوريني. اهلا وسهلا بيكم. ميرسي لمي عادل على وجودها معانا النهارده وجامايكا. خلونا نشوف فاصل بعد الفاصل نرجع لكم فاشن شو مع مصممه الازياء استاذه سلمى عمرو. خليكم على لو سمحتوا. شكرا.